أحبة المشاهدين، نلتقيكم في هذه التغطية المباشرة عبر الفرات الفضائية والتي نتواجد من خلالها في النجف الأشرف مدينة أمير المؤمنين، وأتواجد أنا في مدينة الكوفة المقدسة حيث مجلس الكوفة المعظم. وبدأ توافد الموالين المؤمنين من مختلف المحافظات العراقية وأيضا من مختلف البلدان العربية والإسلامية لتجديد العهد والولاء والثبات والانتماء لسيد الوصيين وإمام المتقين أمير المؤمنين سيدي ومولاي الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. طبعا ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدأت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في شق القوافل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه حياة أمير المؤمنين في ذكرى ولادته، نستذكر ولادته في بيت الله وأيضا شهادته في بيت الله. إذن هي حياة بين مسجدين، بين بيتين من بيوت الله، وبالتالي هذه الحياة وهذا الخط الفاصل بين هذه البداية وبهذه النهاية هي حياة رسخها سلام الله عليه بين عبادة الله وخدمة عباده، وبالتالي سير على منهجه الذي اخططه وسار عليه، وبالتالي هو منطلق لبناء الإنسان، ومنها الانطلاق لبناء الدولة العادلة، فهو النموذج الحاكم العادل الذي دائما ما يطبق العدالة على نفسه قبل أن يطالب بها المجتمع. ينضم معنا سماحة الشيخ هنا في مسجد الكوفة المعظم. السلام عليكم سماحة الشيخ، متباركين بولادة سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا سماحة الشيخ، اليوم لو بحثنا في شخصية أمير المؤمنين لوجدنا أن الإمام علي عليه السلام هو الوصي والخليفة الحق وهو الامتداد الحقيقي للرسالة، كيف يمكن أن نكون منتمين حقيقيين لهذا المنهج العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أزكى التهاني والتبريكات إلى العالم الإسلامي بذكرى مولد الإنسانية، بذكرى مولد أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اليوم نحتفل بولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنا ذكرت بمولد الإنسانية. لماذا؟ عندما تأتي إلى حياة أمير المؤمنين، إلى كلمات أمير المؤمنين، تشعر بأن الإنسانية كلها تركزت في هذه الشخصية. فهو يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن سلام الله عليه هو لا يدعو فقط إلى جهة معينة، إلى المسلمين أو إلى جهة معينة أو إلى أمة، لا، يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يمشي مع اليهودي في سفر، ولم يعلم اليهودي بأنه علي بن أبي طالب خليفة المسلمين، فلما وصلوا إلى مفترق طرق أخذ يتمشى الإمام أمير المؤمنين مع ذلك اليهودي، وقال ذكرت أن طريقك إلى الكوفة والآن تسير معي، قال حتى أشيعك. قال تشيعني؟ قال نعم، أسير معك خطوات. قال وكيف ولما؟ قال هكذا هو ديننا، هذه عقيدتنا، يجب أن نهتم بكل إنسان أن نشيعه. كانت معي ومعك رفقة. هذا الرجل قال إذن أذهب أتعلم منك هذا الدين الإسلامي. فلما وصل والناس أخذت تسلم على أمير المؤمنين بالإمرة، السلام عليك أمير المؤمنين، قال إذن أنت علي بن أبي طالب، أنت أمير المؤمنين، أنت قائد المسلمين، وهكذا بهذا التواضع تمشي معي وتشيعني. فهذا الرجل أعلن إسلامه. وكثيرة في الواقع هي مواقف أمير المؤمنين ومعاجز أمير المؤمنين عليه السلام. اليوم كيف نتعلم من أمير المؤمنين؟ دائما ما نقول وبيقين نادى عليا منظر العجائب تجده عونا لك في النوائب. هلا بينت للمشاهد الكريم سماحة الشيخ
بعض المعاجز والمصادق اللي والكرامات لأمير المؤمنين. جميل جميل جدا. أنت تقول نادي علي مظهر العجائب، كيف نبين في مسجد الكوفة المعاجز مولانا؟ الآن أنت في مسجد الكوفة المعظم، هنا آثار أمير المؤمنين، هنا تراث علي بن أبي طالب، هنا صلى وهنا خطب، وهنا أمير المؤمنين قضى، دكة قضائه الآن موجودة، هذه الدكة كان مكتوب عليها إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي هذا المكان جاءوا بامرأة كانوا يريدون قتلها، ظنوا بأنها خالفت أو إن ذهبت إلى الرذيلة، وهي قالت لا اذهبوا بي إلى علي، بانت عليها آثار الحمل، اذهبوا بي إلى علي بن أبي طالب. فلما وصلت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمر بقابلة وملاءة، يعني أن تحجز هذه المرأة، فقالت تلك المرأة القابلة إنها عزباء، ها باكر بعت الابنية. على كل حال أمر بطشت من حمى وقال لها اجلسي في هذا الطشت، أمر القابلة أن تجلسها بذلك الطشت، فانسلت منها تلك اليرقة، فتبين أن تلك الفتاة كانت تختزل بنهر ودخلت إلى جوفها يرقة ونمت على دمائها، وظنوا بأنها حامل، وتبينت معجزة لأمير المؤمنين. هنا أيضا معاجز كثيرة، ثعبان خرج من هذا الباب الذي يسمى باب الثعبان، والناس عندما شاهدوا ذلك الثعبان فزعوا منه، فلما وصل إلى المنبر أو ما إليهم توقفوا لا تخافوا حتى سمعوا الإمام يتكلم مع ذلك الثعبان، فسألوه قال هو حاكم على الجن، هذا الحاكم الذي على جاء على هيئة الثعبان وأراد مني مسألة، هذه المسألة اختلفت عليه ما استطاع حلها، فأرشدته إلى الصواب. معاجز أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة، الآن في هذا المحراب نشاهد الناس تأتي إليه، الذي يضرب على رأسه يتألم يصرخ من شدة الألم، بينما أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضربه المرادي وهو في ساجد في الصلاة قال فزت ورب الكعبة. السلام عليك يا أمير المؤمنين يوم ولدت. سمحت الشيخ نستثمر وجودك أيضا اليوم بهذه الشخصية وبهذه الكرامات والمعاجز، ما هي رسالة المرجعية الدينية للناس والمؤمنين والموالين لكي يكون منتمين حقيقيين لهذا المنهج العظيم للإمام علي عليه السلام؟ رسالة المرجعية الدينية، بل رسالة كل العقلاء، هي رسالة أهل البيت عليهم السلام، التي تقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا لنا دعاة صامتين. أنت تحب علي، أنت تقول أنا أحب علي، أنا أحب سيرة علي الشجاع المؤمن العادل، فأن تكون زينا لعلي بن أبي طالب، أن تتأسى بعلي بن أبي طالب. كونوا زينا لنا أحافظ على الصلوات، كونوا زينا لنا أعمل بجد أخلص في العمل، كونوا زينا لنا أحب الوطن فحب الأوطان من الإيمان، كونوا زينا لنا نحترم العالم، هذا العالم نحترمه لأن أمير المؤمنين كان يحترم العلماء كان يوقرهم، كونوا زينا لنا أن نجاهد في سبيل الله بأنفسنا، أن نجاهد حتى بألسنتنا، أن نكون مع الحق، أن نحافظ على تراث أمير المؤمنين. هذا هو نهج أهل البيت، وهذا ما يريدونه أهل البيت، أن نكون زينا لهم بأخلاقنا بانتمائنا الصحيح بدعوانا إلى الحق بحب الإنسانية وحب المؤمنين. شكرا سمحت الشيخ، حياكم الله يحفظك. طبعا نستذكر في هذه الذكرى الميمونة ألا وهي ولادة سيد الوصيين الإمام علي، هذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية التي في تاريخ الإنسانية والإسلام أجمع، وبالتالي اليوم هو المحارب الهمام، هو الأب العطوف، هو صهر الرسول وزوج البتول الإمام علي عليه السلام، وهو الشخصية المثالية التي لم تكتمل سوى به عليه السلام وبالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي نستذكر أيضا تلك التضحيات العظيمة التي هي في سبيل رفعة الإسلام وإعلاء كلمة الحق. مستمرون معكم أحبة المشاهدين، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، مستمرون في هذه التغطية عبر الفرات الفضائية ومن مسجد الكوفة، وهذه انتقالة إلى الاستوديو. أمير حبيبي وشوفه.
كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبني أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبني اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهار والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك فرحانه فرحانه وتقبلي جفوف غرام وهيام واكيد الوجه الله سبيل وجودي ايمان ولا يرحم لبديل امير حبيبي واشوفك كل شي جميل وجودي ايمان ولا يرحم لبديل امير حبيبي واشوفك كل شي جميل وجودي ايمان ولا ما كفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خل ثار بعدك صغير وبالمهد ولا تبجدامك عثر والفاس ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصبر يا حيدر ميلادك فبقر على الضالي بس يعرف قدرك يا حيدر ما نادي عيول الباري طريقي بدون طويل وجودي ايمان ولا يرحم البديل اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهار والكعبه مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرفع أسمى يعني التبريكات بهذا اليوم المبارك ألا وهو ذكرى ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم أحبتي، ها هي مدينة النجف الأشرف اليوم تغص بحشود المؤمنين الذين جاءوا لكي يباركوا هذه المناسبة الميمونة ذكرى ولادة وليد الكعبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن معي مجموعة من الزوار والرواديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمكم، هنيئا لكم هذا اليوم المبارك. الله يحفظك. الله الله يسلمكم ويعطيكم العافية. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وإلى منقذ البشرية وأمل المستضعفين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بولادة أسد الله الغالب
علي بن أبي طالب عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بخدمة أمير المؤمنين على ولاية أمير المؤمنين. انزف البشارة يا حدار يا حدار، بدر الليالي بعيد ميلاده، نتعذر من هالعالم يعاده، بنجومه سوى الحدار قلاده، بنجومه سوى الحدار قلاده، وهداها للكرار بعاده، وهداها للكرار بعاده، ونجومه فرحانة وتغني ويانا، ونجومه فرحانة وتغني ويانا، يا حدار يا حدار. صلى الله عليك. سن. شكرا شكرا. ايضا نسمع من السلام عليكم. السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه، الله يحفظك. اقول ودنا ودنا لي نقرب يا طير الشوك، ودنا ودنا لي نقرب يا طير الشوك، ودنا ودنا ريشة وننبت بجنحاك، ودنا ودنا او حلق بينا للكرار، ودنا ودنا وذبنا بباب حمايل حمية. انا عندي قصيدة ان شاء الله مستهل وبيت منها لامير المؤمنين. اقول اليوم العيون، اليوم العيون تهمل دموع الفرح فرحانة، يشهد الكون يشهد الكون، نصب البارع علي مولانا، علي يا نعم الولي، علي يا نعم الولي، علي يا نعم الولي، جمع الدنيا وخطبها دينا، ورفع شف حيدر علي بشفينا، وقال من يطلب سلام الدين، وقال من يطلب سلام الدين، هذا مولاه هذا مولاه، قصدي بس حيدر وتعرفونه، واللي عاداه باكر بأسفل صقر يرمونه. علي يا نعم الولي، علي يا نعم الولي، علي يا نعم الولي. الله يسلمك. علي يا نعم الولي، الله يعطيك العافية، الله يحفظك، الله يسلمك. نعم أحبتي، إذا هذه أجواء الفرح والسرور التي تشاهدونها هنا في مدينة النجف الأشرف، ومن قرب الإمام علي بن أبي طالب. نعم الكل هنا متباركين بهذه الليلة اليوم، صراحة لربما يعني تكون هذه الاحتفالات إلى الصباح الباكر. صراحة اليوم ما نشاهده من أهالي مدينة النجف الأشرف من كرم وعطاء وسخاء واحتضانها لهذه الحشود الغفيرة التي أتت من جميع دول العالم، يعني ليس فقط من المحافظات العراقية، أيضا كما أسلفنا هنالك مهرجانات ثقافية في أزقة وأقضية ونواحي مدينة النجف الأشرف. إذن أحبتي لازلنا مستمرين معكم لننقل لكم بالصوت والصورة هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة المباركة، ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه انتقالة إلى الأخوة في استوديو البث المباشر. واشوفك كل شي جميل، وجودي امامي ولا يرحم لبني، امير حبيبي واشوفك كل شي جميل، وجودي امامي ولا يرحم لبني. اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر، طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر، فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر، صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهر، والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك، فرحانه فرحانه وتقبلي جفوف غرام وهيام، واكيد الوجه الله سبيل، وجودي ايمان ولا يرحم لبديل، امير حبيبي واشوفك كل شي جميل،
واشوف كل شي جميل، وجودي مامي ولا يرحم لبني. كفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر، وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خلى ثار. بعدك صغير وبالمهد ولا تبجدامك عثر، والفاس ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصبر. يا حدر ميلادك فبقر على الضالي، بس ليعروف قدرك يا حيدر ما نادي. عيون الباري طريقي بدون طويل، وجودي إيمان ولا يرحم البديل. أمير حبيبي واشوفك كل شي جميل، وجودي إيمان ولا يرحم البديل. أمير حبيبي واشوفك كل شي جميل، اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر. طش عطره بسابع سمه خجلان من نور القمر، فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر. صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهر، والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك فرحانه فرحانه وتقبلي جفوف. غرام هيام واكيد الوجه الله سبيل، وجودي إيمان ولا يرحم لبديل. أمير حبيبي واشوفك كل شي جميل، وجودي إيمان ولا يرحم لبديل. أمير حبيبي واشوفك كل شي جميل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، حياكم الله وبياكم أحبتي مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه التغطية المباشرة الحية من النجف الأشرف، ونحن ننقل لكم هذه الليلة العظيمة، ولادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الليلة التي يحييها المؤمنون من كل مكان من داخل وخارج العراق، الذين وفدوا إلى هذا المكان إلى هذه البقعة الطاهرة ليهنئوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الولادة الميمونة. وهناك مناسك عبادية قد تقام في داخل المرقد العلوي المطهر، وفي ظل هذه الأجواء الإيمانية وفي ظل هذه التهاني خدمة الحسين آلوا على أنفسهم أن يتواجدوا في هذه الليلة وعند مرقد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وإياك. نبارك لكم هذه الولادة الميمونة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لكم هذه الولادة ليلة 13 من شهر رجب. نعم. الليلة العظيمة. نعم. نحن جوار مولاي أمير المؤمنين. نعم. سيد البلغاء، نهدي أو نبعث التبريكات لمولانا الغائب الحاضر الموجود صاحب العصر والزمان. نعم. علماءنا الأفاضل شيعة آل محمد في كل مكان، إن شاء الله نهدي لهم هذه التبريكات إن شاء الله بهاي الليلة، وأسأل الله أن نكون بهاي الليلة تحت أنظار مولاي أمير المؤمنين وكل الليالي إن شاء الله. للإمام إن شاء الله مش تحب خذ قصيدة يا بيت أبو ذي يا علي. شارك هوسه باعتبار أفراح نقل هوسه إن شاء الله.
أقول يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا حق منحكي بالكرار حق منحكي بالكرار ولو سفالف قلة ودر المثل داح الباب المثل والصفة فشلة يا علي يا علي يا علي لكن مو بيدي يا هالناس اسكت هاي مو سهلة علي الاول علي الاخر علي الدكتور للعلة علي الطاهر علي الظاهر علي لا بعد لا قبله علي والما يحب شخصه هذا من الولادة مبين الخلة علي يا علي يا 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 علي والما يحب شخصه هذا من الولادة مبين الخلة والحبك طاهر مولود يا أبا الحسن ما شاء الله أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مبارك لكم هذه الولادة الميمونة ولكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يحفظكم ويديمكم ويطيل عمركم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد مبارك لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وعلماؤنا الأفاضل جميعا إن شاء الله بولادة أمير المؤمنين علي بن طالب عليه السلام سلطان الدنيا والآخرة ومبارك لكادركم وكل شيعة أمير المؤمنين بقاع العالم مشاركتكم في ظل هذه المناسبة والله هم ما قصروا أولاد علي جميعا مواكب هيئات رواديد خطباء شعراء الفضل لله ولأهل البيت رفعت رأس أبناء النجف الأشرف ولكن بيت أبو ذية إن شاء الله عدلاك اللي ضدك واللي يحبك شهد عدلاك والمحتاج وين يروح عدلاك بخصالك ربنا بالقرآن عدلك سور روايات كلهن حيدري الله يحفظكم ويديمك وطيل عمرك موفقين جميعا ان شاء الله الله يحفظك بعد روح لكم ولدته في حرم الاله وامنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهره الثياب كريمه طابت وطاب وليدها والمولد نبارك لكم شيعة محمد وآل محمد في هذه الولادة الميمونة وهذه الليلة المباركة ونحن نحتفي سوية بولادة فحل الفحول وزوج البتول وابن عم الرسول علي بن أبي طالب عليه السلام في مثل هذه الليلة هي ليلة ميلاد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يوم غد سوف تكون ذروة الزيارة في مدينة النجف الأشرف نحن نكون وإياكم سادتي المشاهدين أحبتي الأفاضل في ظل هذه التغطية المباشرة الحية وسنكون وإياكم مستمرة إن شاء الله وهذه عودة إلى أخوتي الأفاضل في استوديو البث المباشر أمير حبيبي وشوف كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبني حبيبي وشوف كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبني اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر صوت بدرابين الفطور هالليله مولود النهر والكعبه مولانا
تتكحلي بشوفك فرحانة فرحانة وتقبلي جفوف غرام هيام واكيد الوجه الله سبيل وجودي ما ولا يرحم لبديل أمير حبيبي واشوفك كل شي جميل وجودي ما ولا يرحم لبديل أمير حبيبي واشوفك كل شي جميل ما كفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خل ثار بعدك صغير وبالمهد واللات بجدامك عثر والفاس ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصبر يا حدر ميلادك فبقر على الضالي بس ليعروف قدرك يا حدر ما نادي عيون الباري طريقي بدون طويل وجودي إيمان ولا يرحم البديل أمير حبيبي واشوفك كل شي جميل وجودي إيمان ولا يرحم البديل أمير حبيبي واشوفك كل شي جميل وجودي إيمان ولا يرحم البديل من والى حيدر ما خسر طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر فك صدره درت وبتشار مولاكم الليله حضر صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهر والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك فرحانه فرحانه وتقبلي جفوف غرام هيام واكيد الوجه الله سبيل وجودي ايمان ولا يرحم لبديل امير حبيبي واشوفك كل شي جميل وجودي ايمان ولا يرحم لبديل امير حبيبي واشوفك كل شي جميل ما كفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خل ثار بعدك صغير وبالمهد واللات بجدامك عثر والفاس ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصبر يا السلام على وجه الإنسانية الناصع السلام على مظهر العلم والعدل والكرم والشجاعة السلام على سيد الموحدين السلام على معجزة الرسول الخاتم السلام على سيد الموحدين وإمام المتقين السلام على صوت المحرومين والمستضعفين في كل مكان وزمان السلام على أمير المؤمنين وسيد الوصيين سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نعم متواصلون ومستمرون معكم بهذه التغطية
المباشرة عبر الفرات الفضائية، والتي نجدد من خلالها تقديم أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وللمراجع العظام وللأمة الإسلامية والبشرية جمعاء. لو تحدثنا في حياة هذه الشخصية العظيمة، حياة الإمام علي عليه السلام المليئة بالجهاد والثبات في سبيل إعلاء كلمة الحق والخير والإنصاف بين الناس ونيل حقوقهم، فكان المثل الأعلى في الحرص على تحقيق الأهداف العليا للأمة، كان النموذج لا يتكرر للحاكم العادل، فكان تحققت كل شيء للأمة وللدولة العادلة والكريمة في مسيرة جهاد وعمل وعلم قد قل نظيره ولا يوجد ولا يتكرر نظيره في حياة الإنسانية. إذن هذه الشخصية وبهذه الولادة الميمونة المناسبة العطرة ألا وهي ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، نستذكر هذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية المثالية وتلك التضحيات العظيمة التي رسمها سيدي ومولاي الإمام علي في سبيل رفعة الإسلام وإعلاء كلمة الحق عالية. طبعا أتواجد هنا في مسجد الكوفة المعظم أحبة المشاهدين، بدأ توافد المؤمنين الموالين لهذه المسجد لإحياء هذه الليلة، لإحياء هذه المناسبة، مناسبة ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبالتالي المدينة تزينت بالفرح وبأكاليل الورود وامتلأت باللافتات، لافتات الولاء والانتماء لآل البيت عليهم السلام. هناك الكثير من المهرجانات الشعرية والفعاليات الاحتفالية بالاحتفاء لسيدي ومولاي أمير المؤمنين بتلك الشخصية العظيمة، شخصية سيدي ومولاي أمير المؤمنين. وبالتالي أيضا هناك جلسات قرآنية، جلسات إيمانية، وبالتالي هناك أيضا فعاليات تجرى في البيوتات والشوارع والأزقة كافة هنا في مدينة النجف الأشرف، مدينة أمير المؤمنين، لإحياء هذه المناسبة، مناسبة ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا نحن مستمرون في هذه التغطية، وهذه عودة وانتقالة للزملاء في الاستوديو. وشوفك كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبني أمير حبيبي، وشوفك كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبني. واسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر، طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر، فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر، صوت الدرابين الفطور هالليله مولود النهار، والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك فرحانه فرحانه وتقبلي جفوف غرام وهيام، واكيد الوجه الله سبيل وجود إمامي ولا يرحم لبديل. أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبديل. أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجود إمامي ولا باكستانيين. إن شاء الله في قلوبهم محبة علي بن أبي طالب، إن شاء الله في كل مؤمنين والمؤمنات اليوم إن شاء الله يفرحون، يفرحون إن شاء الله بولادة أمير المؤمنين إن شاء الله، ونسألكم الدعاء. إحنا نريد ترجمة للهزوجة اللي تحجوها، شنو يعني؟ ترجمة هاي أشعار في فضيلة أمير المؤمنين، هاي الأشعار وهكذا يعني هاي مواد الأردوية، أردوة في الزبان في لغة الأردوة، وهذه الأشعار في شان أمير المؤمنين في أيام هاي قصائد بحب أمير المؤمنين. إيه قصائد هيك. إيه كما أنتم
ايه ان شاء الله مو هيك يعني بس هاي شوي شوي مو يعني عادي حتى لو بلغتكم يلا نفسها عيدها نارك بمراده نارا هادري في النهاية أني أقرأ هاي الأشعار الأردية یہ رات ہے سدرا کے مکینوں کا مقدر یہ رات ہے سدرا کے مکینوں کا مقدر انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت جا روک اسی گھر میں علی آنے لگا ہے لا عذب اللہ امی انہا شربت حب الوصي اخو النبي وغدتنيه باللبن وكان لي ابا يهوى علي فصرت من ذي وذا اهوى ابا حسن نعم احبتي مشاهدينا مشاهدي قناه الفرات الفضائيه اينما كنتم كما تشاهدون حب امير المؤمنين عليه السلام وهذه الليله العظيمه ولاده امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن ابي طالب سيف الله الغالب نعم احبتي اذا مستمرة هذه الافراح حتى ساعات الصباح الباكر بالقرب من مرقد امير المؤمنين عليه السلام وها هي مدينة النجف تحتضن هذه الحشود المليونية التي اتت من جميع بقاع الارض لاحياء هذه الشعيرة المباركة ولادة امير المؤمنين نعم احبتي نرفع اسمى ايات التبريكات والتهاني الى صاحب العصر والزمان بهذه الليلة العظيمة نعم أحبتي ابقوا معنا ونحن ننقل لكم وقائع هذه الزيارة ومناسك هذه الزيارة وهذه الليلة العظيمة عبر قناتكم قناة الفرات الفضائية التي عودتكم على نقل الشعائر الحسينية نعم لا تذهبوا انتقال إلى الأخوة في استوديو البث المباشر شوفت كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبني أمير حبيبي وشوفت كل شي جميل وجود إمامي ولا يرحم لبني واسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر طش عطرة وبسابع سما خجلان من نور القمر فك صدر درت وابتشار مولاكم الليلة حضر صوت الدرابين الفخور هالليلة مولود النهر والكعبة مولانا تتكحلي بشوفك فرحانة فرحانة وتقبلي جفوف غرام وهيام واكيد الوجه الله سبيل وجود إمام ولا يرحم لبديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجود إمام ولا يرحم لبديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجود إمام ولا كفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خل ثار بعدك صغير وبالمهد واللات بجدامك عثر والفاس ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصفر يا حيدر ميلادك فبقر على الباقي بس ليعروف قدرك يا حيدر ما نادي عيون الباري طريقي بدون طويل وجودي إيمان ولا يرحم البديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجودي إيمان ولا يرحم البديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجود إمام ولا يرحم لبني
وحش جميل ولود إمامي ولا يرحم لبنين أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل ولود إمامي ولا يرحم لبنين اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهر والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك فرحانه فرحانه وتقبلي جفوف غرام وهيام واكيد الوجه الله سبيل وجودي إمام ولا يرحم لبديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجودي إمام ولا يرحم لبديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل محبتي المشاهدين وهذه التغطية المباشرة ننقل لكم ولادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وكما تشاهدون الموالون المحبون المهنئون الذين يتوافدون صوب مدينة النجف الأشرف والذين يشاركون بحبهم وبانتمائهم ويجددون العهد ولاء للمولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لربما تشاهدون هنا صراحة في المحيط الخارجي للعتبة العلوية المقدسة العوائل التي وفدت إلى هذا المكان، تراها دائما ما توزع الحلوى تحتفل وتفتخر بانتمائها للمولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك خدمة الحسين الذين يشاركون بقراءاتهم بأقلامهم بحناجرهم في ظل هذه المناسبة العظيمة. معي خادمة الحسين وأهلا ومرحبا بكم، أبارك لكم ولادة المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يسلمك طال عمرك، نهني ونبارك صاحب العصر والزمان بولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، ونبارك لزوار أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الفرحة، فرحة الشيعة المباركة، ولسيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. شكرا لك أستاذ، وشكرا لقناة الفرات الذي حضرت لهذا المبارك والصورة العلوية إن شاء الله. في ظل هذه الولادة، في ظل هذه الليلة العظيمة، دائما ما نستمع لخدمة الحسين مشاركاتهم بحناجرهم المباركة. الله يسلمك، إن شاء الله شارك. عدي بيت شعر وإن شاء الله بيت أبو ذي أقول. أقول طعم حبك يا أبو الحسنين لذة، طعم حبك يا أبو الحسنين لذة، واحدنا وصل للذنب لذنة كثيرة قبور لكن بيك لذنة لأن أنت على حامل حمية. بيت أبو ذي يقول يا طيور العشيق، يا طيور يا طيور العشق صلى والسلمين والسلمين، أنا حاير شقولين، أنا حاير شقولا وسلمين، إذا عمار بن ياسير وسلمان وسلمان وسلمان، عزوا عن وصف حامي الحمية هذا. والسلام عليكم ورحمة الله. عمار بن ياسر وسلمان عزوا عن وصف أمير المؤمنين، شلون احنا اليوم نقدر نوصف أمير المؤمنين؟ أكيد عاجز الأقلام،
والكلمات عن المولى. أكيد أكيد. أولا أنا أقول الأمير المؤمنين ليس الرابع، أمير المؤمنين قائدنا وأمير المؤمنين الأول. ها هنا الشيعة فرحانة بنساها وكبارها وشبابها، تفرح إذا هو عمار بن ياسر عجز. كودنا إحنا شلون إحنا ننجن بقائدنا أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى عناد كل يعقد على أمير المؤمنين إحنا نقول لهم إن شاء الله أمير المؤمنين يبقى الأول، وأمير المؤمنين نحن لهم بفرحهم وأحزانهم إن شاء الله، أهل البيت المطهرين إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء، أهلا ومرحبا بكم. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذه الأبيات الكل هنا يرددها لربما منذ الصغر إلى الكبر، يتعلمون الأطفال وترددها الكبار. هذه الجملة التي دائما ما نستمع إليها هي هوية للتربية، لتربية شيعة محمد وآل محمد، وهم دائما ما يجددون عهدهم وولائهم إلى المدرسة العلوية وهذا البيت الطاهر، المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهم المؤمنون الذين جاءوا هنا في هذه البقعة الطاهرة يجددون هذا الحب وهذا الانتماء إلى المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نستمر إن شاء الله وإياكم مع زائرين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبة المشاهدين، وهذه عودة إلى أخوتي الأفاضل في سود البث المباشر. أمير حبيبي وشوف كل شي جميل، وجود إمامي ولا يرحم لبني. أمير حبيبي وشوف كل شي جميل، وجود إمامي ولا يرحم لبني. واسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر، طش عطرة وبسابع سمه خجلان من نور القمر، فك صدر درك وابتشار مولاكم الليله حضر، صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهار، والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك، فرحانه فرحانه وتقبلي تفوف غرام وهيام، واكيد الوجه الله سبيل، وجود ايمان ولا يرحم لبديل. امير حبيبي وشوف كل شي جميل، وجود ايمان ولا يرحم لبديل. امير حبيبي وشوف كل شي جميل، وجود ايمان ولا كفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر، وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خل ثار، بعدك صغير وبالمهد واللات بجدامك عثر، والفاس ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصبر، يا حيدر ميلادك فبقر على الضالي، بس ليعروف قدرك يا حيدر ما نادي، عيون الباري طريقي بدون طويل وجودي. أهلا بكم مرة أخرى، ونحن ننقل لكم وقائع هذه الليلة العظيمة، ليلة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن معي مجموعة من الشباب المؤمنين اليوم جاءوا إلى هذا المكان، هذه العظيمة مع الشاعر. السلام عليكم حبيبي، حياك الله، اهلا وسهلا بكم. كرار العيساوي من النجف الاشرف، حياك الله. اول شيء نبارك للامه الاسلاميه جميعا ولاده اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، امام المتقين وقائد الغر المحجنين،
فعلى محبة أمير المؤمنين ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. احنا عندنا مشاركة بسيطة لأسد الله الغالب من خلال قناتكم، طبعا انتم مشكورين على هاي بذل الجهود وشكرا لكم، حياكم الله وانا وسهلا بكم. يقولوا بيوم ميلادك فرح حتى الله بيك، بيوم ميلادك فرح حتى الله بيك. الدليل بهذا صرت ببيته فاطمة بالكعبة صاحت يا العلي يا العلي اتفطر جداره ويقول حويته. علي ويا الحق جب بيت الاله نفسه، هو الحق نفس قسيته بالشدايد يا علي وحدك كفيل، ما ترد كل شخص قال مخيته. امي امي ام غبتني اللبن حب الامير على اول اسم متهجيته، انا قافل قلب حد يوم الحساب حتى قلهم بس على حبيته، حتى قلهم بس على حبيته. امي ام غبتني اللبن حب الامير على اول اسم متهجيته، انا قافل قلب حد يوم الحساب حتى قلهم بس على حبيته. واكبع القصيدة اذا الوقت يسمح لنا طبعا. الله يحفظكم. يقول من نطهر بطن واطهر سلالة، من نطهر بطن واطهر سلالة، علي يا اللي اجا قل ربك بشر الكعبة بعلي اليوم، ربك بشر الكعبة بعلي اليوم، فتحت بابها وهاي السحالة. او الى الان الجدار يسولف عليها، والى الان الجدار يسولف عليها رغم ما لعبة اشكال الحثالة، بتشفى يدير كل شيء، بتشفى يدير كل شيء، وبيد الاكوان الشمس بيمينه والدنيا بشمال، اذا طايح بشدة انخب تراب ما فد يوم خاب اللي مشال. من توصل ضريحة او يا علي الصيح، من توصل ضريحة ويا علي الصيح، يحقق حاجتك لو مو محالة، يحقق حاجتك مو محالة. موفقين وبارك الله بكم وشكرا لكم على هذه التغطية الجميلة، حياكم الله حبيبي، حياكم الله. نعم احبتي، اذا هذه الافراح مستمرة اليوم. العوائل النجفية أيضا يعني العوائل يعني اللي وفدت من المحافظات العراقية إلى هذا المكان المبارك لإحياء هذه الليلة العظيمة، ليلة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يوزعون الحلوى ويتبادلون التهاني حتى ساعات الصباح الباكر. هذه الليلة المباركة وهذه الأجواء الروحانية في ضريح سيدي ومولاي أمير المؤمنين التهاني في هذه الليلة العظيمة، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن لازلنا مستمرين معكم بالصوت والصورة لنقل وقائع هذه الزيارة العظيمة وهذه الليلة المباركة عبر قناتكم قناة الفرات الفضائية. إذن هذه عودة إلى الأخوة في استوديو البث المباشر. اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر، طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر، فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر، صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهر، والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك، فرحانه فرحانه وتقبلي جفوف غرام وهيام، واكيد الوجه الله سبيل، وجود ايمان ولا يرحم لبديل. امير حبيبي واشوفك كل شي جميل، وجود ايمان ولا يرحم لبديل. امير حبيبي واشوفك كل شي جميل، وجود ايمان ولا ما كفى
وقفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خلى ثار بعدك صغير وبالمهد واللات بجدامك عثر والفاسة ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصبر يا حيدر ميلادك فبقر على الضالي بس ليعروف قدرك يا حيدر ما نادي عيون الباري طريقي بدون طويل وجودي إيمان ولا يرحم البديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجودي إيمان ولا يرحم البديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل طش عطرة وبسابع سما خجلان من نور القمر فك صدره درت وابتشار مولاكم الليلة حضر صوت الدرابين الفخور هالليلة مولود النهر والكعبة مولانا تتكحلي بشوفك فرحانة فرحانة وتقبلي جفوف غرام وهيام واكيد الوجه الله سبيل وجودي إيماني ولا يرحم البديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجودي إيماني ولا يرحم البديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجودي إيماني ولا كفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خلى ثار بعدك صغير وبالمهد واللات بجدامك عثر والفاسة ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصبر يا حيدر ميلادك فبقر على الضالي بس ليعروف قدرك يا حيدر ما نادي عيون الباري طريقي بدون طويل وجودي إيمان ولا يرحم البديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل وجودي إيمان ولا يرحم البديل أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل ولانا وقد طلبت من الله الأمانة فأكرمها بمجد لا يضاها وآواها ببيت لا يدانا نعم هي أم علي عليه السلام علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب علي هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب
نعم لو تحدثنا عن تلك الشخصية العظيمة، شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لوجدنا أنها شخصية قل نظيرها في حياة الإنسانية، وبالتالي نتحدث عن شخصية عاش الناس في دولتها حياة كريمة من خلال مسيرة جهاد ومسيرة عمل ومسيرة عمل قل نظيرها في حياة الإنسانية. شخصية الإمام علي التي لم تكتمل سوى بالشخصية المثالية التي لم تكتمل سوى بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبه عليه السلام، وبالتالي فإن هذه الشخصية المثالية هي لا تتكرر ولا توصف، وبالتالي هو الأب العطوف لكل الأيتام، دائما ما يوصينا بالأيتام، الله الله في الأيتام. وبالتالي اليوم نستذكر هنا في ولادته الميمونة هذه الشخصية الكريمة والشخصية التي المثالية التي لا تتكرر في حياة الإنسانية. طبعا اليوم في هذه الأجواء، أجواء النجف الأشرف وأجواء مدينة الكوفة ومسجد الكوفة المعظم، يتوافد الناس جميعهم لإحياء هذه المناسبة حبا وتيمنا بهذه الولادة وبالشخصية العظيمة، شخصية سيدي ومولاي أمير المؤمنين. ينضم معي أحد المتواجدين المؤمنين الموالين هنا في مسجد الكوفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة اليوم الله. نشوف شخصية الإمام علي هي شخصية عظيمة ممكن لا تتكرر في حياة الإنسانية جمعاء، كيف ترى تلك الشخصية وكيف يمكن أن نكون منتمين حقيقيين لتلك الشخصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة نبارك للعالم الإسلامي ولا إمامنا صاحب العصر والزمان ولا مراجعنا العظام ولا الأمة الإسلامية جمعاء في هذا المولد المبارك، وهي أعظم من المواليد، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هذه الأيام وخاصة في 13 من رجب الأصب هو هذا يوم مبارك عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما اختار علي في ولادته في أشرف مكان وأطهر مكان واستشهاده في أطهر مكان وأعظم مكان، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل علي بن أبي طالب عليه السلام قدوة للشباب في زمانه وقدوة للمؤمنين، بحيث أن علي بن أبي طالب عليه السلام اعتبر من الأئمة الذين يقتدون بهم نفسهم أئمتنا. الإمامنا السجاد عليه السلام يقول أين أنا وعبادة جدي أمير المؤمنين عليه السلام، من العبادة من ناحية العبادة. أما شجاعة علي بن أبي طالب فوالله يعني لو تكلمت للصباح حقيقة قليلة في حق أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن نختصر ولو ببعض الكلمات، يعني حقيقة أن علي بن أبي طالب الله سبحانه وتعالى ما خلقه عبثا أبدا. لو تحدثنا عن شخصية الإمام علي، هو الحاكم العادل، بالتالي تعودنا على عدالته، كيف تعامل الإمام علي مع الظالمين؟ ولذلك علي بن أبي طالب عليه السلام أنت تشوف هسه أكثر الديانات إذا تريد تتكلم على العدالة تكلم بمن؟ علي بن أبي طالب عليه السلام. وأعظم دليل على ذلك على الإنسانية مع الظالمين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما ضربه هذا اللعين، ماذا قال لابنه الإمام الحسن عليه السلام؟ ها؟ قال اضربوه ضربة واحدة واطعموه من طعامكم واشربوه من شرابكم. هذه عدالة علي بن أبي طالب عليه السلام. حقيقة أنا أتكلم دائما وعلى جميع الأخوة في عمري أقل من عمري دائما أقول لهم اقتدوا بعلي بن أبي طالب عليه السلام، اجعل علي بن أبي طالب عليه السلام قدوة لكم واقرأوا في حياة علي بن أبي طالب. مهم اليوم المؤمنين يحيون هذه الذكرى، ذكرى المناسبة العطرة للولادة وأيضا ذكرى شهادات أهل البيت عليهم السلام. هذه الإحياء وهذه إحياء المناسبات مهم جدا للمؤمنين والمؤمنين. جدا جدا، هو الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بمن؟ بأهل البيت. الله سبحانه وتعالى يقول وتقربوا بنا بأهل البيت، الوسيلة الله سبحانه وتعالى يوصينا بالوسيلة. اليوم احنا الانسان اذا تمرض يروح لوسيله اخرى وهو الطبيب. الله سبحانه وتعالى تعرك في الارض وسائل، واحده من الوسائل الله سبحانه وتعالى جعلها للمؤمنين للمؤمنين للوصول الى الله سبحانه وتعالى هم محمد وآل محمد. شكرا جزيلا.
أسأل الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك. طبعا دائما المؤمنين والموالين يؤكدون على الاقتداء بشخصية الإمام علي عليه السلام ومنهجه بحياتهم وبكل جوانبها. أيضا اليوم الاحتفال والمهرجانات التي تقام بهذه المناسبة هي كبيرة وفي كل الشوارع والأزقة والبيوتات هنا في مدينة النجف الأشرف للاحتفاء بهذه الشخصية العظيمة، شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. انضم أحد المشاركين، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. متباركين بولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين. الله يعطيكم الصحة والعافية، هنيئا لكم إن شاء الله. مسجد الكوفة، شنو الشعور، شنو مشاعر الأحياء هذه الذكرى؟ والله مسجد الكوفة من المساجد اللي إلها فد روحانية خاصة صراحة، يعني تشرح القلب خاصة بهاي الأيام، أيام ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أجواء حلوة خاصة، ما شاء الله أشوف الناس مستعدة للاعتكاف. صراحة أنا جيت مرافق لأحد المجموعات اللي هي جاية تعتكف هنا بمسجد الكوفة. يوم تحرصون على الاحتفال وإحياء هذه الذكرى العطرة مناسبة سيدي ومولاي أمير المؤمنين وولادته، هذا الحرص شنو سره؟ والله هو هذا الشوق والحب لأمير المؤمنين خلانا شيعتنا خلقوا من فاضل طيلتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا استذكار أمير المؤمنين سلام الله عليه، استذكار ولادته، استذكار طريقة الولادة. يعني بصراحة مرات هيك من أشوف أنه إعجاز، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ولادة أمير المؤمنين. شنو الربط بهذا؟ أي سلام الله عليك يا رسول الله، فالكعبة المشرفة وشق الجدار وولادة الإمام علي ولادة مو طبيعية، ما صارت الأحد قبل ولا بعده، فهذا إعجاز. فالمفروض يعني بصراحة أكو فالتغييب لهذه الحقائق لدى المسلمين، فحرصنا إلهم، حرصنا بهذه الولادات لنظهر إعجازهم باللي نقدر له إحنا. حياكم الله. أيضا ينضم معي مشارك آخر، السلام عليكم. اليوم نشوفكم متواجدين بمسجد الكوفة لإحياء هذه المناسبة العظيمة، ولا وهي ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. شلون شفت المشاعر، مظاهر الإحياء؟ أولا نشرة الزينة، نشرة التكاليم، الورود، مظاهر الفرح موجودة بشوارع النجف وبالأزقة والبيوتات وحتى بمسجد الكوفة المعظم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا نهنئ ونبارك سماحة الإمام السيد الإمام الهمام القائد المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة العظيمة الكريمة، ولا سيما مراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء، وخصوص شيعة أتباع آل محمد عليهم السلام، بذكرى ولادة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أسد الله القالب مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة الأجواء إيمانية ومبتهجة بذكرى ولادة الذي ميزهم عن المسلمين عامة، وهو إمامه والقائد الشيعة الجمعاء، وهو سيد الأولين والآخرين بعد النبي المصطفى الأمين مولانا أمير المؤمنين، في هذه الذكرى التي تميز بها وهي ولادته في ولادته في بطن الكعبة الشريفة، وامتاز بهذه الأيام وهو في النصف من شهر رجب المرجب، وبهذه العطاء بنشر ولادة آل محمد عليه السلام، تعريف الناس بآل محمد عليه السلام، ما ميزهم عن المخالفين، ما كانوا به المعجزات التي ظهرت بولادتهم الميمونة. أول هناك كثير من الأمور التي يجب على كل شاب مؤمن أن يحتفي بها ويقتدي بها بخصوص شخصية أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، من حيث العدالة، من حيث المنطق، من حيث تعامله وأسلوبه مع الناس، بحيث كان لا يفرق بين مسلم وغيره، بين مسيحيين يهوديين وغير ديني كذلك. من هذه الناحية الإنسانية كما قال هو صلوات الله وسلامه عليه، يقول الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وكثير من الصفات التي لا تعد ولا تحصى لأميرنا صلوات الله وسلامه، وهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا هذه هي التأكيدات على الاقتداء بشخصية الإمام علي عليه السلام، وبالتالي اليوم
نحن أيضا كقناة الفرات الفضائية مستمرون بهذه التغطية لهذه المناسبة العطرة الولادة الميمونة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبالتالي هذه المناسبة هي مدعاة للأخذ بسيرته ومنهجه من أجل تصحيح المسار، والأخذ بشجاعته من أجل قول الحق، الأخذ بعدالته من أجل إنصاف الجميع وإنصاف الناس. طبعا مستمرون معكم بهذه التغطية وهذه عودة وانتقالة إلى استوديو البث. أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل، وجودي إمامي ولا يرحم لبنين. أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل، وجودي إمامي ولا يرحم لبنين. اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر، طش عطره وبسابع سمه خجلان من نور القمر، فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر، صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهار، والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك، فرحانه فرحانه وتقبلي تشوف غرام هيام، واكيد الوجه الله سبيل، وجودي إمام ولا يرحم لبديل. أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل، وجودي إمام ولا يرحم لبديل. أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل، وجودي إمام ولا ما كفت الكعبة إلك ولهذا حايطها انفطر، وتقطع قماطك لأن عالغيم جفك خل أثر، بعدك صغير وبالمهد واللات بجدامك عثر، والفاسة ما سطرت هبل جفك يا مولاي انصبر، يا حيدر ميلادك فبقر على الضالي، بس يعرف قدرك يا حيدر ما نادي، عيون الباري طريقي بدون طويل، وجودي إيمان ولا يرحم لبديل. أمير حبيبي وشوفك كل شي جميل، وجودي إيمان ولا يرحم لبديل. قرب العتبة العلوية المقدسة، ونحن ننقل لكم هذه الصورة الحية من شبكة مراسلينا لقناة الفرات الفضائية الذين شاركونا في هذا البث المباشر في ليلة عظيمة يحيوها المؤمنون من كل مكان، ولادة أمير المؤمنين في 13 من شهر رجب الأصب. هذا اليوم ويوم غد إن شاء الله سوف تكون ذروة الزيارة والتي ستشهد مدينة النجف الأشرف آلاف الذين يشاركون هذه الاحتفالية وهذه الولادة الميمونة. واقعا هذه الولادة التي حدثت حدثا تاريخيا مفصليا في تاريخ الإسلام، باعتبار أن سيدي ومولاي أمير المؤمنين اكتمل الدين به عندما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في سنة في السنة الحادية للهجرة في حجة الوداع، عندما رفع يداه أمير المؤمنين فقال إلى الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الرسالة التي كانت من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الناس، إلى الأمة الإسلامية جمعا، أن عاهدوا وتعالوا سوية لنجدد العهد والولاء إلى سيدي ومولاي أمير المؤمنين. هذه التغطية كانت أحبتي المشاهدين من قناة الفرات الفضائية. الشكر موصول لكل من شارك واجتهد في إنجاح هذه التغطية المباشرة، ابتداء من الذين شاركونا في مسجد الكوفة المعظم، وكذلك ليث وواثق، كذلك مكتب النجف،
شكرا جزيلا لكم وشكرا لمكتب بغداد، وهذه عودة إن شاء الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع هالخبر من والي حيدر ما خسر، قشعطرة وبسابع سمه خجلان من نور القمر، فك صدره درت وابتشار مولاكم الليله حضر، صوت الدرابين الفخور هالليله مولود النهر، والكعبه مولانا تتكحلي بشوفك، فرحانه فرحانه وتقبلي جفوف غرام هيام، واكيد الوجه الله سبيل، وجودي ما ولا يرهم بديل.